حقوق المرأة موضوع من الموضوعات المهمة جدا في نطاق حقوق الإنسان، ومفيش مجتمع بيعيش دون الحديث عن حقوق المرأة. وكان مسار الحديث العديد من الدراسات سواء في داخل العالم العربي أو خارجه. وفي السنوات الأخيرة ومع ازدياد ما يعرف بالحركات النسوية في العالم أصبح الأمر أكثر أهمية. وعقب ما حدث في مصر من ثورتين كان الحديث حول تمكين المرأة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي، الحديث عن رجال الأعمال النساء وسيدات الأعمال طبعاً، والحديث عن بعضوات البرلمان اللي كانوا موجودين سواء في البرلمان السابق أو البرلمان الحالي، والحديث عن حق المرأة في أنها يكون لها شخصية مستقلة وشخصية مالية وغيرها من الأمور. حقوق المرأة في العصور القديمة كانت مختلفة، والحضارات السابقة سواء كانت حضارات البابلية والفارسية، الحضارة اليونانية والرومانية والصينية، كان الحديث عن المرأة فيها نوع من الامتهان لكرامتها. ولو نظروا الناس للحضارة البابلية بيقولوا أنها وصلت إلى مبلغ مهم وكان لها بعض المكانة، لكن ما زالت في تلك الفترة نتكلم على سيدة لا تملك من أمرها شيء حتى في اختيارها لشريك حياتها. ما كانش من حق المرأة أنها تكون حرة في اختيار الزوج اللي بيشاركها الحياة، ما بترس، وبتنتقل الوصاية عليها من الأب للزوج أو من الأب للأخ الأكبر، وما كانش لها أي حق في أنها يكون حتى لها امتلاك أبسط الأشياء. بعد التطور حصل في نهاية الحضارة البابلية والأمر ما كانش أكتر من تملكها لبعض الأمور التافهة اللي بتنتقل لها عن سبيل الإرث أو الدوطة أو ما عرف أياميها بالفترة دي بمقابل الزواج. الحضارة الفارسية كانت أكثر قسوة كمان من الحضارة البابلية. الحضارة الفارسية كانت بتنظر لها على أنها في طبقة العبيد وأقل وما لهاش أي حقوق إطلاقا، وكذلك الحضارة الصينية. والحضارة الهندية كانت بتعتبرها نجسة وفي أثناء فترات الحيض بتطرد من البيوت، وكذلك الأمر في الحضارة الصينية. الحضارة اليونانية والرومانية كان بيجدها العالم أو الفيلسوف سقراط هي مصدر كل الكوارث، مصدر كل الأزمات، وعلى خلاف الحضارات البابلية والأشورية. والحضارة الرومانية واليونانية كانت الحضارة المصرية أكثر رقية، والحضارة الفرعونية رسمت على المعابد المرأة بنفس حجم الرجل دلالة على فكرة المساواة. وشهدت الحضارة الفرعونية أول ملكة للعالم، الملكة حتشبسوت، اللي امتدت فتوحاتها لبلاد الصومال، معروف ببلاد الصومال الآن، وجاء لها الأمراء أمامها. ودير البحري، معبد الدير البحري ما زال شاهداً على قوة تلك المرأة اللي أنشأت أقوى معبد في حضن الجبل، هي الملكة حتشبسوت. وبرضو الشعب المصري هو الشعب اللي قابل يكون له ملكة من الغير المصريين، الملكة كليوباترا اللي الكتب كلها بتكتب عنها وعن ثقافتها وعن قيمتها في أنها حاولت تكون لها إمبراطورية قوية على الأراضي المصرية. الشعب المصري بطبيعته كان بيرى المرأة قوية، وبنجد نصائح كثيرة جدا مكتوبة على المعابد الفرعونية بيوصي فيها أحد الكهنة بأنه يكون أمنا لتلك الزوجة اللي ارتبطت به واللي انتقلت لبيته. وكمان بيوصي الآباء بأبنائهم من الفتيات وأنهم قيمة وأنها مصدر رخاء. وإيزيس وأوزوريس قصة بتحكيها الحضارة الفرعونية عن مدى وفاء المرأة وقوتها، ده دلالة على أن الشعب المصري بطبيعته لم يمتهن المرأة حتى خلال الحضارات القديمة. الحضارات السماوية والشرائع السماوية حاولت تكون منصفة للمرأة، لكن ما زالت التوراة بتشهد على أن المرأة كانت لسه في درجة أدنى ولأنها ما بتتساواش مع الرجل. وظل الحضارة في التوراة وظل اليهود بينظروا لها على أنها لابد عند فترة الحيض أنها تخرج برا المنطقة أو المكان الموجودين فيه وتعتزلهم لأنها نجسة ولا يجوز لها التبقاء في وسطهم. الحضارة أو ما عرف في الفترة دي باليهودية أو ما صاحبتها في الفترة دي من حديث لم تكن المرأة على قدم المساواة. جاءت المسيحية بكثير من الروحانية، والمسيحية كانت بتسعى دائما إلى الإخاء والرحمة، وكان دين التسامح والرحمة بين الناس. وانعكس ده على الحضارة في فترة المعرفة بالحضارة المسيحية، والمرأة ابتدت تتقلد العديد من المناصب، وظهر الحديث عن الراهبات ورسل السلام، وظهر الحديث عن الأديرة اللي بتحمل كثير من الأسماء السيدات دير سانت كاترين، ورغم أنها قصتها كانت مؤلمة لأنها كانت القديسة اللي اغتصبت من الرومان، لكن ما زال دير سانت كاترين شاهد على أن خلدوا ذكراها بدير جميل في منطقة سيناء. وكمان ارتبطت في الحضارة المسيحية والديانة المسيحية بالكثير من العقيدات المرتبطة بالسمو. الأم تريز في العالم ما زالت نموذج للمرأة اللي بتدعو للتسامح وتنشر الخير وسفيرة للسلام في العالم. وجاء الإسلام
ليضع المرأة على قدم مساواة مع الرجل، المرأة والرجل كلاهما على قدم المساواة. وكان الخطاب مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. وأصبح من حق المرأة في الإسلام أنها تختار زوجها، ولا يجوز عقد الزواج إلا برضاها. ومن بعد وقت البنات في الحضارة الإسلامية، قبل الحضارة الإسلامية أو معرف في فترة الجزيرة العربية، اللي كان لما يبشر أحدهم بالأنثى كان وجهه يسود ويكون حزين، ابتدى الإسلام يؤكد على أن البنت هي قلب الأسرة، وأن الزوجة لها مكانة وحقوق وواجبات، وأن المرأة لها مكانتها في الإسلام، وكانت نصيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ من السيدة خديجة وزوجاته والصحابيات وذات النطاقين التي كانت جزء من نجاح الهجرة إلى المدينة. وأصبح الحديث عن الصحابيات في عهد الخلفاء الراشدين، وظهرت سيدة الحسبة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكانت يعتبروها في درجة الوزيرة. وظهرت الآراء الفقهية تؤكد حق المرأة في استقلاليتها وذمتها المالية المستقلة، وحقها في اختيار الزوج، وحقها كمان في نقل انتقال الإرث من الأب والزوج ليها. وأصبح الحديث عن المساواة حديث مش ذو شجون كما في الحضارات السابقة والأديان السابقة على الإسلام. على العكس، أصبح الحديث في الإسلام على أن المرأة على قدم مساواة مع الرجل، فيما خالف بعض الأمور بطبيعتها الشخصية كأنثى، لكن الأساس أنها تتساوى مع الرجل. وما نتعجبش نقول أن الحضارة الإسلامية وأن الدين الإسلامي كان أكثر قوة في منح المرأة الحقوق والحريات على عكس دساتير العالم، وما نستغربش أنها أعطاها حقها في أنها تدلي برأيها وتبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده أول حق من الحقوق السياسية للمرأة. معنى كده أن الإسلام كان حريص على أنه يؤكد حقوقها، وأن المرأة هي أهم فرد لأنها هي اللي بتصنع الرجال داخل الأسرة، وأنها لابد يكون لها دور فاعل ومهم في تكوين الأسرة. الحضارة الإسلامية انعكست على قوانين وانعكست على العديد من التشريعات، ومنها القانون المصري. عشان كده الدستور المصري الصادر عام 2014 أكد على مبدأ المساواة في المادة 11 منه، وأكد على أن المرأة هي في قدم المساواة، ولأنه لا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق. وده كان صدى لأحكام الشريعة الإسلامية اللي هي المصدر الأساسي للتشريع في القانون المصري. النصوص أكدت وأولت اهتمام خاص بحقوق المرأة، سواء حتى في الدباجة المواد التمهيدية في الدستور المصري أو في جميع مواده. وحقوق المرأة مش شيء غريب، لأنها إنسان، فإذا كان الإنسان عليه أن يتمتع بحقوقه جميعها، فالمرأة عليها أن تتمتع بذات الحقوق اللي يتمتع بها الرجل بوصفها إنسان بعيدا عن جنسها. 20 مادة في القانون المصري أو أكثر، بعض بيقول كان لها دور مهم في منح المرأة العديد من الحقوق. أكدوا على العدالة الاجتماعية، أكدوا على حقها في تولي الوظائف العامة. ولو حاولنا نقسمهم هنقول أن هناك ما يعرف بالحقوق السياسية التي أكد عليها الدستور، منها حقها في تمثيلها داخل المجالس النيابية، وإن المجلس النيابي الحالي أو مجلس النواب شهد دخول 87 سيدة، ودي نسبة مش هنقول إنها نسبة عالية، لكنها نسبة معقولة، وبتعتبر أكبر عدد من التمثيل للمرأة داخل المجالس النيابية على مدار الحياة النيابية في مصر. كمان المرأة من حقها أنها تنتخب وتشارك في الانتخابات على قدم مساواة بمجرد بلغة 18 سنة، مثلها مثل الرجل، بتشارك في المجالس المحلية والمجالس البرلمانية وغيرها من الحقوق، حتى اختيار رئيس الجمهورية باعتبارها دي أعلى درجات الانتخاب، حقها في اختيار رئيس الدولة اللي بيمثلها. أغلب بلدان الشرق الأوسط ما بتضعش نسبة محددة للمرأة، والأردن ومصر وجيبوتي تقريبا هما من دول اللي أكدوا على أن يكون 10% على الأقل من المجالس النيابية بتاعتها من النساء. العراق 25%، المغرب 15%، ده بد يكونوا من النساء. المملكة العربية السعودية في تعديلاتها الأخيرة وصلوا 20%. تونس أكدت على أن يكون 50% من القوائم الانتخابية من السيدات. الجزائر كذلك أكدت على أن 50% من القوائم الانتخابية بيكونوا من نساء، ودي طفرة، لأن واضح أن اتجاهات الدول العربية جماعها إلى أن يكون هناك تمثيل محدد بنسبة معينة بتزيد وتنقص طبعا الدولة اللي بيشارك فيها، لكن ما بتقلش عن 10% ولم تتجاوز 50% في القوائم الانتخابية في الجزائر وتونس، وده بيعتبر تطور كبير جدا ونوع من الحراك السياسي لمشاركة المرأة داخل المجالس البرلمانية، باعتبار ان المجلس النيابي هو السبيل لإصدار القوانين والتشريعات الحاكمة، فإذا كانت هتشارك بنسبة معقولة مش هتصدر قوانين مخالفة لمبدأ المساواة، وهتكون شريكة فإنها تمرر داخل المجالس النيابية
تشريعات بتؤيد حقها في توالي الوظائف العامة وغيرها. وفي المقابل كمان المرأة وفقا لدخولها للبرلمان هتبتدي تهتم جدا بالقضايا الخاصة بيها زي حماية الطفل وزي قضايا المرأة وزي القضايا المجتمعية. ولو نظرنا للعالم الغربي بنجده ما بيخصص نسب معينة للمرأة أو ما يعرف بنظام الكوتا، هو تحديد عدد معين من المقاعد، لكن بتحاول إنها تفرز نسبة معينة من العدد تمثيل النساء داخل البرلمان. بيقولوا إن تمثيل المرأة داخل البرلمان بنسبة معينة بيمنع فكرة التمييز، لأنها تتصدى لأي قوانين تصدر منها من التمييز. ومع ذلك بعض بيقول لو كانت ممثلة بنسبة معينة رأيها هيكون هامشي ومش هيعتبر إلا نوع من الضغط، ولكن هذا الضغط قد يكون لصالح المرأة لأنه هيخلق رأي عام لصالح قضاياها وأفكارها. الحقوق السياسية كمان أكد عليها الدستور المصري بأن المرأة من حقها أنها يكون عندها وظيفة تتولى الوظائف العامة، من حقها فرصة في العمل مناسبة، وفرصة في العمل متوافقة كمان مع طبيعتها كامرأة، مش بس فرصة العمل بطريقة تهينها أو تهين كرامتها كأنثى. ولأول مرة الدستور المصري أكد على حق المرأة في تولي وظائف الهيئات القضائية، وده كان مش غريب مع وجود القاضيات على منصة القضاء من 10 سنوات ووجود أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا مستشارة هاني الجبالي، ولو حدث أنها بعد كده خرجت لكنها كانت موجودة في فترة من الفترات، والآن أحدى السيدات مرة ثانية تعود للمحكمة الدستورية العليا. عدد المرأة في النيابة الإدارية بيكشف عن حقيقة مهمة، المرأة متولية الوظائف في النيابة الإدارية. هيئة قضايا الدولة واعتبرها من هيئات القضائية النص عليها الدستور فيها عدد كبير من السيدات اللي تقلدها وظائف فيها، وأصبحنا نائبات لرئيس الهيئة ونائبات لرئيس النيابة الإدارية، لم يعد باقيًا إلا مجلس الدولة المصري التي لم تدخله المرأة. وأعتقد أن هناك طريق ليها. النيابة العامة أصبحت هناك دعوات كثيرة لتولي المرأة وظيفة الوكيل النائب العام، وأعتقد أنها هناك دعوة في الفترة الأخيرة أنها تدخل محكمة نيابة الأسرة باعتبارها أنها بداية حقيقية وملائمة لها أنها تدخل النيابة من بدايتها، ليس فقط قاضية مباشرة على منصة القضاء. المرأة كمان من حقها أنها تتقلد أي وظيفة. نحن عندنا العديد من الوزيرات داخل الحكومة المصرية، الحكومة المصرية الحالية فيها 3 وزيرات تقلد وظائف مهمة خاصة بالتعاون الدولي، خاصة بالقوى العاملة باعتبارها من أهم الوزارات الحقيقية في الحقائب الوزارية. المرأة كمان ابتدت تتولى العديد من الوظائف، كانت رئيسة للجامعة من عدة سنوات، تتولى مجالس إدارات، بتتولى وكيلات للوزراء، وأصبح تمثيلها في الكثير من الهيئات والجامعات تمثيل لا يقل عن 50% بل تزيد في بعض الكليات على وجه الخصوص. الناس بيقولوا ان سنه 2008 كانت نسبه التمثيل للنساء داخل الوزارات 2.8 من 10، ودي مش نسبه، لكن عندنا امل انها تزيد مع الدستور 2014. 15% من الوظائف الجهات العليا او الاداره العليا بتتولاها النساء في مصر وفقا للتقرير الخاص الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2008. الحقوق الاجتماعيه، واضح ان الحديث مش بس عندنا عن حقوق سياسيه وتقلدها المناصب السياسيه، لكن كمان مهم جدا ان احنا ندرك اهميه المراه فيما يتعلق بالوظائف الخاصه بالحقوق الاجتماعيه، مش بس انها تبقى عندها وظيفه، مش بس انها تكون عضوه برلمانيه، لكن امان حقها في تكوين اسره وتماسك الاسره واستقرارها، وحقها في فرصه تعليم لابنائها، وحقها هي في البدايه في الحصول على فرصه تعليم. عشان كده الدستور حظر اي صور من صور الاستبداد والعبوديه والاسترقاق والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للسيدات والاطفال، وده بيؤكد على انه اهميه المراه في انها ما تواجهش اي نوع من انواع العنف سواء الجسدي او حتى المعنوي. النصوص اكدت على حظر ختان الاناث والتحرش الجنسي، وكمان اكدوا على ان يكون هناك نوع من الامان في توفير السكن المناسب وتوفير العنايه الصحيه والالتزام الدولة بكل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، واللي أكدت على حق المرأة في أنها تتمتع بكل متطلبات الحياة. الدستور هو الوثيقة الأساسية لشكل الدولة، والدستور هو اللي بيضع المبادئ العامة الحاكمة للدولة والحقوق الأفراد وواجباتهم. الدستور هو القانون الأعلى أو التشريع الأعلى داخل الدولة بينظم علاقة الفرد بالدولة، لكن لابد يكون بجانب الدستور مجموعة من القوانين بتفعل النصوص الدستورية القليلة وتخرجها إلى الحياة. عشان كده كان لابد يكون هناك حديث عن المرأة في القوانين المصرية، وأقصد بالقوانين كل وكافة القوانين. وقبل ما نقول إيه حقها،
يكفي نقول ان هو بيحظر اعدام المرأة اذا كانت حاملا، ويكفي كمان نقول ان المرأة تضع حملها ثم ترضع الطفل المدة الكافية ثم تعدم اذا كان صدر حكم بالاعدام، وده بيتفق جدا مع المبادئ العالمية فيما يتعلق بحماية المرأة. اهم الحقوق اللي اكدت عليها القوانين المصرية حق المرأة في التعليم، وده بيؤكد على ان المرأة من حقها انها تتعلم بدءا من التعليم الالزامي لكلا الجانبين، وكمان توفير نوع من التعليم الخاص بالنساء، وده مش غريب لان العالم كله بيتكلم على التعليم المهني ودارس الفنية، وان يكون المرأة بعض المدارس الخاصة بتأهلها بطريقة خاصة زي المدارس المهنية الخاصة بالفتيات، زي الكليات المهنية الخاصة ببعض البنات، زي كليات التمريض فترة فترة كانت قصرة على البنات لكن دلوقتي ما عادش موجود، ده بقت بجانب الرجل. التعليم الزامي في المرحلة الابتدائية ده بالنسبة للرجل والمرأة، والقانون اكد عام 96 قانون الطفل على حق الطفل انه يتعلم في مدارس الدولة بالمجان، وده خاص بالطفل والطفلة على حد قدم المساواة. المرأة المصرية اصبحت تحمل العديد من الدرجات العلمية حتى درجة الدكتوراه، والجامعات المصرية بتشهد وجود العديد من عضوات هيئة التدريس من السيدات، واللي بيتقلدوا مناصب وكيلات وعميدات للكليات ورؤساء للجامعات في بعض الاحيان. حق المرأة في العمل وتقلد الوظيفة مش قصير على الدستور فقط، لكنه امتد للقوانين الاخرى. اصبحت نسبة المرأة بتاخد 17% من ميزانية الدولة فيما يعد بالاجور، معنى كده انها ما عنديش تمييز في الاجور، اجر المرأة زي اجر الرجل في القانون المصري، وده مخالفة للعديد من التشريعات الأوروبية، وده اللي الناس تتعجب منه إن بعض الأنظمة الأوروبية والدول المتقدمة بتميز بين الرجل والمرأة في الأجر، وهذا لا يحدث في مصر، الرجل والمرأة على قدم المساواة بالأجر في القانون المصري. العمل واجب وشرف، وده اللي أكد عليه القانون والدستور، ولا يمكن حرمان المرأة من حقها في العمل إذا توفرت فيها المقومات. الأمر كمان بيأكد على إن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.4 عام 2009، ومعدل النمو لمساهمتها في قوة العمل كل سنة 2.8، ودي نسبة معقولة. كانت في فترة حد عام 2009 كانت 1.9، 2.8 من بعد 2009، ودي من الأمور المهمة. في بعض الأحكام الخاصة نص عليها قانون العمل، ولابد تكون في ذهن الناس بتحدثوا عن قانون حقوق المرأة. أولا بيحظر عمل النساء في الفترة من 7 مساء للسابعة صباحا، وهذا محظور وفقا لقانون العمل. قانون العمل المصري أكد على أنه لا يجوز العمل المرأة في أي مهنة تضر بصحتها وبأخلاقها، لابد تكون متفقة مع الأخلاق، وحدد أنواع من الأعمال لا يجوز للنساء العمل بيها وقصرها على الرجال. كمان حق المرأة العاملة اللي أمضت 10 شهور في خدمة صاحب العمل أنها تاخد أجازة، أجازة وضع لمدة 3 شهور بتعويض مناسب بأجر، يعني بتبقى موجودة في البيت وبتاخد 3 شهور وبأجر من تاريخ الوضع، أو خلال 45 يوم التاليين على الوضع ليها، وما يجوز تشغيل المرأة خلالها إلا إذا هي كانت رغبة في ذلك باعتبار أن أجازة الوضع حق ليها. مع العلم أن المرأة ما بتستحقش أجازة وضع إلا مرتين في حياتها الوظيفية بس، ما يجوز أكتر من كده، وبعد كده بتبقى الأجازة بدون أجر. ما يحقش لصاحب العمل أن يفصل ست لمجرد أنها في أجازة الوضع، لأن ده ظرف مناسب شخصيتها كامرأة، وعليه أنه يحترم قانون العمل، ولو ما ادهاش اجرها الشامل من حقها تطلب اجرها وتحصل عليه لان ده محدده لها القانون. المراه لها كمان، المراه اللي بترضع لها الحق في نص ساعه، ما تقلش عن نص ساعه على فترتين، ويجوز لها انها تضم الفترتين سوا لارضاع الصغير او الطفل اللي موجود، وده خلال ال 24 شهر التاليه على الوضع اللي هما سنتين الرضاع. المراه كمان من حقها اذا كنا موجودين في مؤسسه انها تطلب انها لو عددهم 50 داخل مؤسسة ما، انها يطلب بدور حضانة وتوجد داخل المؤسسة ذاتها دار الحضانة. معنى كده ان احنا بنتكلم على حق المرأة في انها يكون عندها نوع من الامان للطفل الموجود معاها، ولو عددهم اقل من 50 هنيجي للمؤسسات المتقاربة او متجاورة ونقول لهم والله حضراتكم نعمل حضار حضانة واحدة عشان حتى يصل درجة 50 في مكان متقارب. لها كمان اجازة رعاية الطفل، ودي من الحاجات الغريبة ويمكن من الحاجات اللي دايما العالم بيتكلم عنها وكانت مضحكة، ان توني بلير اثناء رئاسة الوزراء انجلترا تمسك باجازة رعاية الطفل ليه كمان هو كرجل، وقال ان انا اشمعنى الستات بتاخد، انا من حقي اني ارعى الطفل ومن حقي اكون متواجد، وفعلا حصل على اجازة رعاية الطفل، بس كانت مدة قصيرة طبعا جدا، والبرلمان الانجليزي اكد على حقه باعتباره اب، فلابد يكون هناك اجازة رعاية الطفل. من الحقوق المهمة اللي اكد عليها القانون الحق في سلامة الجسد، والقانون المصري وصل بعقوبة الاغتصاب الانثى الى الاعدام ومنع التحرش بقوانين،
وعمل فرق خاصة بمنع التحرش داخل الشوارع المصرية. والميادين أثناء المناسبات بنجد الكثير من رجال الشرطة بينزلوا يمنعوا التحرش، وعقوبات تصل إلى درجة الحبس لمدة سنة أو أكثر. وكمان منع هتك العرض والتعرض للأنثى بأي لفظ خارج، وده مهم جدا. كمان أكد القانون المصري على أن المرأة جسدها مصان ومحمية. ويكفي نقول أن الجرائم الخاصة بالمرأة جرائم بتحدد في بيسموها جرائم العرض، والجرائم دي من الجرائم اللي بتحمي المرأة وتكفل لها حقها في حياة آمنة. الحق في تكوين أسرة ده مهم جدا، وأكد عليه الدستور، وأكد أنه لا يجوز عقد زواج الأنثى إلا إذا كانت بلغة 18 سنة. وأكد كمان على حقها في أنها تضع الشروط التي تراها مناسبة في عقد الزواج، وحقها في أنها تضع شروط خاصة بها بشرط ألا تتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي. وألزم القانون الزوج في حال زواجه بزوجة أخرى أنه المأذون يخبر الزوجة الأولى وبخطاب مسجل خاص بيها عشان يعلمها بزواج زوجها مرة تانية. كذلك فرض القانون شرط توثيق عقد الزواج لمواجهة ما عرف بالزواج العرفي، واللي كان بيهدر حق المرأة وحقوقها، فأصبح هناك التزام بتوثيق عقد الزواج. حق المرأة في نقل جنسيتها لأطفالها قضية، القضايا المهمة اللي قصيت الرأي العام خلال 20 سنة، واللي صاحبت ما عرف بزواج المصريات بالأجانب وخصوصا العرب. كان الزوج العربي بيجي لمصر يتزوج بنت ثم يتركها بعد فترة لتتحمل عبء طفل اللي يحمل جنسية الوطن. وكان الغريب في الأمر الابن غير شرعي بيتمتع بجنسية أمه، والابن اللي من أب شرعي بيتمتعش بجنسية أمه. حتى عام 2004 صدر القانون اللي أمنح الطفل المصري الذي يولد من أب أو أم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية، ودي كانت من أهم الخطوات اللي أعادت قدر من الحقوق للمرأة المصرية. دي محاولة مننا بسرعة جدا نتعرف على قد إيه أهمية المرأة في المجتمع، وقد إيه المرأة المصرية تمتعت بحقوق. يمكن مش هنقول إنك على قدم المساواة مع المرأة والرجل مع المرأة حقيقة، لكن يكفي نقول إن الدستور المصري بنصه اللي أكد على مبدأ المساواة بيلزم القوانين التي ستصدر بعد ذلك من المجالس البرلمانية، من مجلس النواب أو المجلس البرلماني، بأنه لابد أن يوفر قدر من المساواة للمرأة. وكمان لابد من مراجعة القوانين المصرية بصورة حقيقية حتى نكفل المرأة المصرية حقها في حياة كريمة على قدم المساواة مع الرجل. دي كانت محاولة بصورة سريعة نعرفنا فيها بصورة بسيطة وضع المرأة في التشريعات والشرائع السابقة على الشرائع السماوية والحضارات القديمة، ثم الحديث عن الشرائع السماوية وما حدث في دستورنا عقب 2014.